ناقشت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني العديد من المحاور المتعلقة بمنهجية عمل الوزارة بالخطة الاستثمارية خلال الفترة القادمة وسير العمل في خطة التحول الرقمي لقطاعات الوزارة. وخلال اجتماعها مع عدد من قيادات الوزارة، ناقشت وزيرة الثقافة خطة خفض وترشيد الإنفاق في ظل القرارات الأخيرة الصادرة من مجلس الوزراء على خلفية تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث وجهت بالاهتمام بالمحتوى وجودة المنتج الثقافي المقدم للجمهور مع إيجاد حلول مبتكرة لخفض النفقات تسهم في سير العمل بصورة طبيعية تحقق الأهداف المرجوة منها.